كان جيروم باول قد أكد بأن سلسلة رفع الفائدة مستمرة، 25 نقطة أساس في الشهر الحالي في شهر مارس، و25 نقطة أساس أيضا في شهر ماي واردة أيضا بناء على تصريحاته في المؤتمر الصحفي. بالأمس كانت المفاجأة والإشارة من جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع. هذا ما قد سعرته الأسواق، وقد فهمته الأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يتجه إلى رفع الأسواق أو رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. الفيدرالي الأمريكي وأعضاء الفيدرالي الأمريكي قبيل شهادة جيروم باول كانوا قد اتجهوا وأكدوا بأن النبرة سطورية في الفيدرالي الأمريكي. بوستيك آخر أعضاء الفيدرالي الأمريكي كان قد ذكر بأن 50 نقطة أساس واردة بناء على الحالة الاقتصادية. لو نظرنا الآن إلى الحالة الاقتصادية وأرقام البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير الوظائف الأخير كان يعتبر جيد جدا لا بل ممتاز، 517 ألف وظيفة تم إضافتها في شهر واحد، بينما البطالة تعتبر هي البطالة الأقل منذ السنوات منذ ما يقارب 50 عام في الولايات المتحدة الأمريكية. تقرير الأجور هو الشيء الوحيد المخيف بأن إمكانية الضغوط التضخمية قد تستمر في الاقتصاد الأمريكي أقصده. فبالتالي عندما ننظر إلى أرقام التضخم، فالتضخم قد انخفض نعم من الذروة من 9.1% وصولا إلى 6.5%، لكن الرقم الأخير كان أكثر مما يتوقعه الأسواق، فبالتالي لا تزال الضغوط التضخمية واردة جدا. فلو نظرنا إلى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية يسجل ارتفاعات. مؤشر الإنفاق الاستهلاكي يعتبر مهم لأنه هو المؤشر المفضل للفيدرالي الأمريكي، فلو اتبعنا القراءة الأخيرة فالقراءة الأخيرة أعلى من 4%، بينما هدف الفيدرالي الأمريكي هو 2%، أي نحن لا نزال بعيدين بضعف مما يريده الفيدرالي الأمريكي من هدف الفيدرالي الأمريكي. فبالتالي كانت الأسواق قد رحبت بإمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الحالي كانت تسعرها الأسواق قبيل شهادة جيروم باول بمقدار 30%، بعد شهادة جيروم باول وصولا إلى اليوم 74% احتمالية رفع أسعار الفائدة. فبالتالي المستثمرين، نبرة الفيدرالي الأمريكي، نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي، وحتى نبرة جيروم باول التي اعتدنا عليه التوازن في خطاباته المتتالية، كانت تؤكد إمكانية الصقورية، إمكانية نبرة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. لكن الجدير بالذكر هنا أن رفع أسعار الفائدة سوف يكون في 22/3، لا تزال إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس واردة بناء على الأرقام أو أرقام أو البيانات الوظائف أو بيانات الاقتصادية بشكل عام في الفترة القادمة. يوم الجمعة لدينا تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية، مهم جدا متابعته للوقوف على حالة رفع أسعار الفائدة. يوم الثلاثاء القادم CPI أو مؤشر أسعار المستهلكين سوف يكون مهم جدا. لماذا الأرقام والبيانات الاقتصادية مهمة جدا؟ نظرا لاتباع الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة بناء على البيانات الاقتصادية. فلو جاء تقرير الوظائف بشكل إيجابي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي أو يدفع المستثمرين، يدفع نبرة الفيدرالي الأمريكي لإمكانية رفع أسعار الفائدة، بينما لو جاء بشكل سلبي هي وبيانات التضخم، فعلى ما أعتقد أن الأسواق سوف تتجه إلى تسعير 25 نقطة أساس، والتي هي قد تكون واردة جدا نظرا لانخفاض حدة رفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. طيب سيد أحمد، يعني هو بالنسبة لتصريح السيد جيروم باول يعني كان له تأثير كبير على الأسواق العالمية. اليوم سجلت الأسواق العالمية هبوط حاد بشكل جماعي، كيف سيؤثر ذلك على الأزمات الاقتصادية خصوصا الركود؟ نعم، بكل تأكيد لو نظرنا إلى رفع أسعار الفائدة أو توقعات رفع أسعار الفائدة، فكلما كانت رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر أو بحدته أو تجديد السياسة النقدية، فبكل تأكيد يتجه نحو اقتصاد سلبي. لو نظرنا إلى حالة الركود، فبكل تأكيد الركود التقني حاصل. لو نظرنا إلى عوائد السندات في بين عامين وعشرة أعوام، فبكل تأكيد الانفيرجن أو الانقلاب بين عوائد السندات لا يزال يسجل زيادة 1% في جلسة اليوم بين عوائد السندات عامين وعوائد السندات لأجل العشر أعوام. فبالمقابل عندما ننظر إلى إمكانية ارتفاع العوائد للسندات، فبكل تأكيد عوائد السندات عند اختلافها وعند حصول انفيرجن أو انقلاب، فبكل تأكيد تعطي
بعض المخاوف، بعض مخاوف الركود. الشيء الآخر هنا الناتج الإجمالي المحلي، بكل تأكيد النمو دائما ما يتأثر مع أسعار فائدة مرتفعة. فلو نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، كان قد سجل ربعين سلبيات في العام الماضي. هو ما يذكره كتب الاقتصاد ربعين متتاليات، فبكل تأكيد حالة الركود التقني واضحة. لكن مع عودة الأرقام الإيجابية كان هنا بعض المشاعر المتفائلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أن الركود قد يبتعد لفترة زمنية أخرى. لكن عند النظر إلى الأرقام الاقتصادية واستمرار تجديد حدة رفع أسعار الفائدة، فبكل تأكيد إمكانية الركود واردة جدا، لكن قد يكون عمق الركود أقل مما كانت تتوقع الأسواق أو أقل تشاؤما مما كانت عليه في عام 2022. طيب إذا ما انتقلنا إلى أوروبا، كان هناك تصريح من عضو المركز الأوروبي بأنه يتوقع استمرار الوتيرة الحالية لرفع أسعار الفائدة. كيف تتوقع تحرك المركز الأوروبي بعد تصريحات باول الأخيرة؟ نعم، لو نظرنا بالفترة الأخيرة أرقام التضخم من الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة 8.5%، أرقام مرتفعة جدا. القراءة الأولية للتضخم الأساسي، القراءة التي تستثني الغذاء والطاقة، لا تزال تسجل ارتفاعات، لا بل هي الأعلى منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، فبكل تأكيد هي أرقام مرتفعة جدا. لو أخذنا الاتحاد الأوروبي على دول فرادى، فرنسا، إسبانيا على سبيل المثال، لا تزال أرقام التضخم مرتفعة جدا جدا. فبالتالي أرقام التضخم تساعد إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. لو نظرنا إلى أعضاء البنك الأوروبي وتحديدا كريستين لاغارد رئيسة البنك الأوروبي، فكريستين لاغارد أشارت أن 50 نقطة أساس متوقعة جدا في شهر 3. هولتزمان في نهاية الأسبوع الماضي أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي كان قد ذكر بأن 50 نقطة أساس أيضا لا تزال واردة جدا. فعلى ما أعتقد بناء على الأرقام الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ونبرة أعضاء البنك المركزي الأوروبي، فعلى ما أعتقد أن شهر 3 الأسبوع القادم للبنك المركزي الأوروبي اجتماعه سوف يحمل 50 نقطة أساس، ولما لا أن يكون هناك 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع شهر ماي. الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي الأوروبي كان هو أحد البنوك المتأخرة في عمليات رفع الفائدة، فبالتالي استمراره إلى بعد منتصف عام 2023 على ما أعتقد وارد جدا في عمليات رفع أسعار الفائدة. طيب سيد أحمد، بالحديث عن تأثر البنوك المركزية العالمية بقرارات أو حتى بتصريح جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، بالنسبة للأسواق العربية يعني كيف سنرى تأثر الأسواق العربية اتباع البنوك المركزية العربية للفيدرالي الأمريكي؟ نعم، بكل تأكيد الأسواق العربية ليست بمعزل أبدا عن الأسواق العالمية، فبكل تأكيد تأثير الأسواق العالمية سوف يكون منصب في الأسواق العربية. كما نعلم بكل تأكيد سياسات بعض الدول العربية مرتبطة ارتباط كامل بالنسبة للتحركات الفيدرالي الأمريكي، فعندما نرى رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي تتجه الدول العربية أو بعض الدول العربية المرتبطة عملتها المحلية مع الدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة. فبالتالي بكل تأكيد الأسواق العربية منكشفة بشكل كامل في مع الأسواق العالمية. فلو حصل هنا مرحلة الركود أو الإعلان الرسمي لدخول الركود في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي مرحلة التشاؤم قد تنتقل من الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات، هنا أقصد العمليات أو الميول السلبي بالنسبة للأسواق الأمريكية، قد يتجه ويؤثر بشكل سلبي نحو الأسواق العربية. طيب ننتقل إلى قطاع الطاقة. يعني منظمة أوبك صرحت بأن الطلب الصيني على النفط سيزيد يعني بما يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف برميل يوميا من العام 2023. هل سيتمكن أو هذا تأمين هذا الطلب في ظل العقوبات الروسية، يعني هل ستتمكن منظمة أوبك وأيضا الدول الأخرى من تأمين طلب الصين؟ نعم، لو نظرنا على حركة أسعار النفط في الفترة الأخيرة، على ما أعتقد أن أسعار النفط أو تداولات أسعار النفط ضمن نطاقات ضيقة قد تلخص الحكاية، تلخص القصة بالنسبة لتداولات أو تشاؤم وتفاؤل المستثمرين بتحركات النفط.
من 73 دولار نحو 82 دولار هي الأسعار التي تداول بها النفط من شهر 11/2022، أقصد هنا طبعا أسعار خام غرب تكساس. فبالتالي على ما أعتقد أن هناك بعض المخاوف، بعض التباين بالآراء بين متشائم ومتفائل، أقصد هنا بين التشائم والتفاؤل بكل تأكيد الحالة الروسية والحالة الصينية. كنا قد ذكرنا سابقا بان الحاله الروسيه هنا اقصد بها العقوبات التي طالت روسيا في الفتره الماضيه بما يخص مجال الطاقه، اما الاخبار الاخيره وهي اخبار الصين او عوده انفتاح الاقتصاد الصيني، فبكل تاكيد انفتاح في الاقتصاد الصيني قد يعطي بعض الانطباع بان الطلب قادم على النفط. الاقتصاد الصيني بكل تاكيد هو اكبر مستورد بالنسبه للنفط الخام، فهو بكل تأكيد عند ارتفاعه وعودته الانفتاح بشكل كامل، أقصد هنا على التجارة على الاقتصاد، فبكل تأكيد سوف يكون الطلب بشكل أكبر. بعض التقارير كانت قد ذكرت بأن 14 مليون برميل قد يكون زيادته بالنسبة سنويا بالنسبة للطلب الصيني في الفترة القادمة، لكن هل منظمة قطر قادرة على التغطية بالنسبة لحاجة الطلب الصيني في الفترة القادمة؟ على ما أعتقد نعم، السياسة قابلة والسياسة مرنة لحد الآن بالنسبة لأوبيك بلس، فبكل تأكيد أن إمكانية العرض والطلب وإمكانية حتى تغيير السياسة بالنسبة لأوبيك على ما أعتقد واردة جدا في الفترة القادمة. طيب سيد أحمد أختتم معك من الدولار، يعني اليوم الدولار اليوم يكتسح عملات العالم بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، برأيك كيف يؤثر ربك أسعار النفط بالدولار؟ يعني هل سنشهد زوال البترودولار يوما ما خلال الفترات المقبلة؟ نعم، الحديث على ما أعتقد لا يزال مبكر جدا بزوال البترودولار. البترودولار ببساطة هو الدولارات القائمة شراء أو بيعا بالنسبة للنفط. اتفاقية تم توقيعها سابقا، لو نظرنا على الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا، اتفاقية على سبيل المثال معيار الذهب، كنت أكيد معيار الذهب استمر فترة زمنية طويلة من الحرب العالمية الثانية على ما أعتقد إلى عام 1971 لوقت نيكسون شط أو الرئيس الأمريكي نيكسون. فعلى ما أعتقد أن الاتفاقيات عندما يتم توقيعها فهي اتفاقيات تستمر لفترة زمنية طويلة، لكن الجدير بالذكر هنا أن بكل تأكيد بعض الدول التي تتم معاقبتها على سبيل المثال زي مثل روسيا فقابلة جدا على التخلي عن الدولار الأمريكي في عمليات الشراء أو البيع بالنسبة للنفط. فلما لا أن نسمع في الفترة القادمة بعض الكلام أو بعض الشائعات أو بعض حتى الأحاديث بأن الاقتصاد الصيني أو حتى عملة الصين اليوان قادرة أيضا على الدخول في مرحلة توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقيات اقتصادية مع بعض الدول، لكن على ما أعتقد حاليا قد مبكر جدا الحديث عن إمكانية زوال البترودولار في الفترة القادمة. نعم، أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في إيكوتي من عمان، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.